بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعاب الإيمان، باب في التمسك بالجماعة، فصل في فضل الجماعة. عن العرباض بن سارية أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل علينا بوجهه ووعظنا بموعظة بليغة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. اللهم صل عليه وسلم تسليما. الرجل اللي على الكرسي ماسك المصحف، ما ينبغي يا عبد الله، اجلس في الأرض واستمع. الله يفتح عليك. وهذا اللي ماسك القهوة جالس جلسة غير طالب العلم، الله يفتح عليك. قبل كلامنا عن حديث العرباض بن سارية، وقد تقدمت جمل منها وبينا بعض معاني ما كان مغلقا، نعود إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة فيما أظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: ثلاث لا يغل عليها قلب امرئ مسلم. ثلاث خصال إذا اجتمعت في المسلم، يعني نزلت في قلبه ووعاها، لا يحصل في قلبه غش ولا مكر، إنما هو حب وإخلاص للمؤمنين وسعي في مصالحهم. إما أن هذه الخصال تولد هذا المعنى في القلب، أو أن قلب المسلم الذي يعلم حقوق ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يعمل بموجبهن، فإنه يسعى في هذه الخصال الثلاث. ما هي الخصال؟ الأولى: الإخلاص لله عز وجل. الإخلاص يعني تصحيح النية، لا يأتي بعمل يقرب إلى الله عز وجل، وهي طاعته، اجتناب ما نهى وفعل ما يأمر. إذا أخلص فيها وأصلح، فذاك رجل علم حق الله عز وجل فالتزمه. هذه إحدى الخصال، إذا فعلها المؤمن أخذ بحظ وافر من تصحيح القلب. الخصلة الثانية: مناصحة ولي الأمر، يعني من والله عليك يا عبد الله، ولي الأمر الخليفة الأول أو من ينيبه، إذا ناصحه لم يغشه، أخلص فيما يعمل فيما يأمر، لا يطيعه فيما فيه معصية الله. إذا أخلص ولم يغش
وهذا قل من يكون في قلبه هذا المعنى. إذا فعل ذلك فإنه يخلص، فإنه ينجي قلبه من التلوث والمكر والخديعة، أو أنها تفعل معه فعل الطيبات من تنقية وتطهير القلب. الثالثة لزوم جماعة المسلمين، جماعة المسلمين الذين التفوا حول الإمام ولزموا جماعة المسجد وصلاة الجمعة وصلاة الأعياد، وهم لا يخالفون أمر المسلمين عامة باعتقاداتهم وفعلهم. إذا فعل ذلك خلص قلبه من الغش. ليس الشاهد هذا، لأن بينا ما فيه الكفاية فيما سبق، إنما الشاهد الضميم الأخير في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين، أي تلزم ما يفعلونه في عقائدهم وأعمالهم، لأن الجماعة لا يلتفون على شيء إلا وفيه دلالة على أن الأمر مما شرعه الله وشرعه رسوله. الجماعة العظيمة يا عبد الله ما تلتمع على باطل، فإن الله عز وجل لما أمرنا باتباع سبيل المؤمنين دل أن سبيلهم أي جماعتهم إلا وفيها المعنى الذي يحبه الله ورسوله. هذه الضميمة، بسم الله، الضميمة يعني ما يتبع الحديث مما فيه تعليل لما سبق من الحكم. يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن بين الخصلة الثالثة لزوم جماعة المسلمين، لا تقف في عرفة إلا حيث وقف المسلمون، صل مع الناس يوم الجمعة لا تخرج عن جماعتهم، واعمل بموجب هذه الجماعة الصلاة خلف الأئمة وإخلاص الدعوة لهم ومناصحتهم. يقول صلى الله عليه وسلم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. اسمع هذه الكلمة لأن الناس اضطربوا فيها وفي معناها. المعنى الأول، فإن دعوتهم، هكذا يقول كثير ممن رأى هذا المعنى، دعوتهم يعني دعاؤهم، تحيط من وراءهم أي أن دعاءهم يفيد من كان وراءهم بعيدين عنهم من أهل القرى وغيرهم. لو كان الأمر كذلك ما يقول دعوتهم، يقول دعاؤهم. الدعوة تأتي بمعنى الدعاء، لكن أكثر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت لفظ الدعاء، هل تنصرون إلا بدعاء ضعفائكم ومناجاتهم لربهم. فإذا جاءت الدعوة، لأن أغلب المسلمين حين يدعون بنصر المجاهدين وتأييدهم وتوفيقهم وأن الله يوفق المسلمين ويصلحهم، أما دعوتهم فهو اجتماع الكلمة والإخلاص والنصح لولاة الأمر. النصح يعني ما تغشهم يا عبد الله، إذا أمر كف عن هذا تكف، وإذا قال افعلوا كذلك تفعلون. هكذا يقول السلف الصالح والصحابة. الله عز وجل في أكثر الأمور أمر بطاعتهم، وجاءت جل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في لزوم الجماعة وعدم الخروج عليهم، فإن بهم تؤمن السبل، وإن بهم تقام الجمعة والجماعة، وبهم يحارب العدو. لو لم يكن الأمر ما استقام، لو لم يكن طاعتهم والنصح لهم ما استقام الأمر، لا بد يحصل فيه هرج ومرج، ويحصل فيه قطع طريق وسلب أموال، وكلما ضعف هذا كثرت هذه المصائب في الأمة. دعوتهم أي أنهم كلهم آمنوا بالله ورسوله والتزموا جماعة المسلمين
ونصحوا للمسلمين ولم يغشوهم، ولزموا جماعتهم ولم يخرجوا عنهم، لأن فيه فئات تأتي فتبث أفكار بين المسلمين، إما لإحباط هممهم أو فرقتهم أو ما إلى ذلك. إخواننا المستندين على الكرسي طلعوا مساويك الآن، شوفوهم. يا عبد الله تأدب مع مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تسمع وتطيع أو قم من المجلس إذا ضاق بك الأمر، ليس هذا من الأدب يا عبد الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. هذه المعاني عند المسلمين، تحيط أحاط بالمرء بمعنى أنه نصره وأيده ودفع عنه، كما قال الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو طالب كان يحوطك، بمعنى كان ينصرك ويفعل معك ما يفعل، وهل نفعته شيء مما عاقبه الله به؟ الدلالة أنه يحوطك. حاط بفلان بمعنى منعه ونصره. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن دعوتهم تحيط من وراءهم، أي أن إجماعهم على هذه المعاني تمنع العدو أن يفعل ما يفعله من أذى لبقية المسلمين خلفهم أو وراءهم، يعني بعيدين عن الحواضر في القرى وفي الأمصار وفي المدن وغير ذلك. هذا معنى فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. بعض الفضلاء سألني قال: ما معنى هذه؟ فهمنا منها أن دعوتهم يعني دعاءهم، لكن هذا المعنى هو الصحيح. اسمعوا الحديث درس اليوم. اقرأ العرباض بن سارية. عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال قائل: كأن هذه موعظة مودع، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالسمع والطاعة لمن والله الله أمركم، وإن كان عبدا حبشيا. ألا وسيرى من بقي منكم بعد اختلافا كثيرا، فمن أدرك ذاك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، إياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة. بينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث هذا رواه أكثر من صحابي، أنه وعظهم وعظ بليغة، وعظهم موعظة بليغة. الوعظ معناه يأتي بمعنى التذكير، تذكر المرء بما فعل الله من آيات وما أهلك الذين عادوا الرسل ونجى الذين أطاعوا الرسل. بيّن هذا صلى الله عليه وسلم. هنا ما الذي يقول؟ الوعظ في كتاب الله يأتي بالمعنى الذي نقوله، هو أمر بفعل شيء، فيقول سبحانه إن في ذلك، لما ذكر كذا قال: موعظة للمتقين وموعظة للمؤمنين، يعظكم الله أن تعودوا لمثله، معناه ينهاكم يأمركم. فتأتي كلمة يعظ ووعظ ويعظكم الله موعظة بدل كلمة أمر أو نهى، لأجل بيان أن هذه الكلمة فيها تذكير ثم أدب في المقال، لأن الأمر قد يكون فيه غلظة وشدة. يقول: وعظنا موعظة، يعني ذكرنا بأوامر الله ونواهيه ومصائر العصاة وما ينجي الله المؤمنين. هذه الموعظة بلغ من دقتها أنها تغلغلت في النفس حتى وصلت إلى القلب، فهم السامع معناها وأدرك مغزاها، لأن القول البليغ جملة مختصرة تحتوي على معان كثيرة، إذا قالها المرء وسمعها السامع أدرك معناها في تأثير عجيب. هذا يعتمد على ذوق السامع
وإخلاصه في الاستماع، ما جاء ليشوش، وما جاء لأجل أن يتبصر من في الحلقة، وما جاء لأجل أمر آخر، إلا لأجل أن يتفقه في الدين، فإن الكلمة الطيبة لها تأثير عجيب في النفس. هذا الذوق مع إخلاص النية وفهم الكلمات التي تلقى إليه فإنها تؤثر. ولذا الصحابة لما سمعوها وجلت منها القلوب، هذا شأن المؤمنين، إذا سمعوا كلام الله اضطربت واقشعرت جلودهم ثم تهدأ ويطمئن. لما سمعوا من كما قال الله عز وجل: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام البليغ، علموا أنه صلى الله عليه وسلم، لأنها مقالة لم يعهد من قبل، ففهموا منها أنه صلى الله عليه وسلم يودعهم. أو التوديع أن يقول الزائر حين ينصرف: أني راحل. فهذا أراد أن يقول: أني منتقل عنكم إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: أوصنا. فأوصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة لولي الأمر. أورد البيهقي رحمه الله هذا الحديث لهذا المعنى. كثير من أكثر حديث رسول الله وما رواه الأئمة في كتاب العلم وفي كتاب الأيمان، الإيمان في الصحاح والسنن، فيها السمع والطاعة لعلمه صلى الله عليه وسلم، أن بعد وفاته وذهاب الخلفاء الراشدين الخلافة الراشدة سيخرج أناس يغلب عليهم حب الدنيا، فإذا رأوا الإمام لم يوفر لهم إما بعض حقوقهم أو أنهم تمنوا شيئا لم ينالوه سعوا في الإفساد. ويقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا. السماع مو معنى سماع الكلام، سماع الصوت، لأن هذا ما يؤمر به، لأن هذا أمر قرره الله وهي من طبيعة البشر، كل من لم يكن أصم يسمع الصوت، ليس هذا المراد. السماع معناته سماع فهم وقبول، تفهم ما يقال وتقبل منه إن لم تكن معصية، والطاعة أن تستجيب الأمر لا تخرج. إذا فعل ذلك استقر الأمر، والإمام لا ينهى عن الصلاة وهو يصلي، تأتي أمور كما قال الحسن البصري: والله إن طاعتهم لواجب، وإننا لنقتاض من كثير من الأمر، لكن بهم تؤمن السبل ويقام الجهاد ويمنع العدو. فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا اقرأ من التنبيه هذا: ألا ومن بقي بعدي سيرى اختلافا، ألا فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. سنتي، المراد بالسنة يا عبد الله ليست السنة التي عند الفقهاء وهي ما خالف الواجب. السنة كل أمر فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره وأمر به فهي سنة. عد من ذلك أدبه صلى الله عليه وسلم وحالته مع الناس وعلائقه بالمؤمنين، كلها من السنة. ثم الأعمال القلبية، ما أمر بها من التقوى والإخلاص وعدم الخداع والنصح للمسلمين، كل هذه سنن.
قال عليكم يعني إلزموا، كلمة عليكم علي على فلان كذا نوع من يسموها اسم فعل، يعني أمر أن تفعل ذلك. أمر بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. الخلافة الراشدة أخبر عنها صلى الله عليه وسلم ستكون الخلافة بعدي 30 سنة، تتم هذه بخلافة الحسن رضي الله عنه بعد علي، عدوها فوجدوها 30 سنة. هؤلاء أفعالهم وما كانوا يأمرون به وينهون عنه غير أفعال الرسول أقواله، لا، لأنه في أمور استجدت وفي أمور أحدثت وفي فتاوى ونوازل ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ما فعله هؤلاء تمسكوا به عضوا عليها بالنواجذ، فإن أناساً سينازعونكم فيما تقولون لا تلتفتوا إليهم. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما الذي قال؟ أوصيكم بتقوى الله وسمع الطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. تمسكوا إليها ولا تتبعوا الأمور المحدثة فإنها ضلالة. إيش معنى ضلالة؟ ما هي الأمور المحدثة؟ كل أمر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يصعب بيانه لمن لم يألف السيرة ويعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله مع الناس ومع نفسه وأوامره ونواهيه. الأمور المستجدة من الصلوات والزكوات، يستبدل الزكاة بضريبة ويأتي بالصلاة فيقول لا تصلوا مع الجماعة، افعلوا كذا يوم كذا. هذه في الأمور الخمسة الواجبة هي التي هي أركان. يقول صلى الله عليه وسلم فإن هناك أمور محدثة. الأمور المحدثة في اللباس، وهذا نراه، وفي الحالات التي لها علاقة بالناس، أصبح الناس لا يعاملون إلا من رأوا وراءه مصلحة، ولا يقدمون السلام إلا من توخوا منه كذا، وما أكثر هذه الأمور. ويقول صلى الله عليه وسلم الأمور المحدثة اجتنبوها، إياكم وأن تعاطوها. كل أمر محدث فهو ضلالة، حيرة يقع فيها صاحبها. الأعياد التي يحتفلون بها غير ما احتفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تكون. الآن يحتفلون بأعياد المسيح عليه السلام، يقلدون الناس هذا الأمر، وفيه مشابهة للنصارى ونهى عنها صلى الله عليه وسلم. فإن اتباع المحدثات ضلالة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السائل ما حكم العطور التي يوجد بها كحول؟ هذا السائل يسأل لأنه سمع أن الكحول تناوله يذهب العقل، وهذه صفة الإسكار والخمر، والخمر محرم بنص الله وكتابه. ويقول العطر فيه كحول، هذا الكحول يتطيب به، وثبت واستقر في ذهن هذا السائل أن الخمر نجس. ويقول إذا تطيبت بطيب فيه هذا هل يصح ولا ما يصح؟ عرفتم معنى السؤال؟
العلة الإسكار، العلة في تحريم الخمر أنه مسكر. معنى مسكر أن من تعاطاه لا يدرك ما يفعل، وإن أدركه أدركه على غير ثبات، وإذا تكلم بكلمة قد لا يعني معنى لا يعي معناها، وإن وعاها يخلط وفيه جرأة وغير ذلك. نهى الله عن الخمر مصلحة للمسلمين وحفظاً لعقولهم، يأتون الأمور على وجهها لا يفسدون في المجتمع. الكحول ليس موضع شرب، ما يشربوه الناس، وهو في الغالب قل أن يخلو منه طعام بيته المرء في بيته يوم أو يومين أو ثلاث على نسب معينة. حتى اللبن يا عبد الله إن تركته أكثر حفا وحمض لو حللته لوجدت فيه كحول. ليس هذا المعني، لأن الناس لا يتعاطونه وهو مسكر، فلا يدخل في هذا المعنى. الأمر الثاني يا عبد الله، الخمر محرمة وتحريمها لعينها، لكن لا تجعل كل محرم وكل محرم ومسكر نجس. لا، الحمار محرم أكله، لكن ما هو نجس تركب عليه وتعرق تحته ويلوث ثوبك أو رداءك بعرقه، ما هو نجس يا عبد الله. كذلك بعض الحيوانات ما يجوز أكلها. يربى الكلب صاحب الماشية وتأتي القطط وهي الذين لا يستطيع المرء دفعهم عن دخول المنازل، ليست بنجسة، فعرقها ولعابها ليس بنجس. إذا علمت كذلك، من أصابه شيء من خمر رآه في منزله أو استطاع إنكاره، فذهب رشاش فأصاب يده وثوبه، مو ضروري تغسله، لا. عرفت هذا المعنى؟ لا تربط هذا بهذا المعنى. نعم، السؤال الذي يليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما هي منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء؟ منكرات الأخلاق كثيرة: المشي عار أو يتسكع في مشيته ويتمايل ميلان الأنثى، أو يلبس لباس شهرة. لباس الشهرة يا عبد الله القصير جدا والطويل جدا وذو الألوان البراقة، كل ثوب ولباس يمشي بين قومه وأمته مخالف ما لبسوه فهو ثوب شهرة. هذه من باب الأخلاق، غير الكلام الذي يتبادل تحية غير تحية المسلمين، وابتسامة غير ابتسامة المسلمين، وقهقهة عالية وغير ذلك. هذا منكرات الأخلاق. الأهواء جمع هوى، وأردأها أولئك الأقوام الذين يشككون في عقائد المسلمين وينهون عن الصلاة معهم، ثم يأمرون أن يغشوا الإمام ويغشوا الأمة، يستحلوا أموالهم بأي وجه كان. والأدواء يعني الأمراض. استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوراض المستعصية، ما نسمعه الآن من هذه المسميات العجيبة، أجارنا الله وإياكم. اقرأ. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: وأصلح بالهم؟ البال بمعنى الحال. هذا السؤال جيد، لكن ما فهم المرء الذي طرح السؤال وجه المراد منه. صلاح البال أن الله أصلح حالك، لأن البال بمعنى الخاطر والحال. تعرف معنى الحال يا عبد الله؟ الحال كل أمر يهم المسلم، إن كان مصلحة في جلبه وإن كان مكروها ومضر في دفعه. إذا قلت يا عبد الله كيف حالك، تعرف هذه الكلمة هي من جوامع الكلم. كيف حالك معناها: هل أنت سعيد بالمال؟
فما صحة زوجتك وأطفالك؟ وكيف الحال مع المزرعة التي أنت فيها؟ وما شأن الوظيفة التي؟ كل هذه أحوال. لو أردت أن تسأل عن حال لأعجزك إحصاء ذلك، ما استطعت. فتأتي بهذه الكلمة البسيطة، تقول كيف حالك، وإذا هو يجيبك جواب من لم يدرك معنى هذا السؤال يقول أنا ما سألتك عن ذلك. يا أخي هؤلاء الذين سافرت معهم عملوا معي كذا ومعي كذا، هذا من سؤال الحال، لأنك سألت عن حاله. ما علاقتك بفلان؟ ما هي الجماعة التي أنت معها؟ ما موقفهم معك؟ جوابه صحيح. وإلا كان قلت سألتك أنا عن الأهل فأنت أجبتني بجواب غير ذلك، لكن إذا قلت كيف حالك وأجابك جواب أنت تريد ما هي صحتك البدنية، فالتفت إلى خسارة المال أو الربح، وأنت تقول لا لم أعني ذلك، يقول أخطأت إذن، ما توجه هذا السؤال. أصلح بالهم. جاءت في آية عجيبة في حال المؤمنين، يقول الله في شأنهم أنهم أدخل جنته لهم، أدخلهم الجنة، عرفها لهم، ثم قال وأصلح بالهم. السؤال، إذا امتن الله على المؤمنين بإدخال الجنة وأنها عرفها لهم في الدنيا، كيف يستطيعون أن يكونوا من أهلها؟ إذن ما معنى أصلح بالهم؟ هل هو بعد الدخول؟ ما يقال بعد الدخول أصلح بالهم، إنما أصلح بالهم في دنياهم من باب زيادة المنة، فإنه أصلح أحوالهم في الدنيا ثم أدخلهم الجنة. اقرأ. يقول السائل هلك هالك عن إخوة وأخوات وعمة، فكيف توزع؟ إخوة وأخوات وعمة، يعني ما في والدين ولا في أبناء، وإذا تجردوا عن الوالدين والأبناء بقي الوالدين وإن علوا، ما في جدة ولا جدات، والأبناء وإن سفلوا ما في ابن ابن ولا ابن ابن ابن، ما في إلا الأخوات والأخوين. الإخوة عصبة، يعني ليس لهم ميراث في كتاب الله، والأخوات من أصحاب الفروض، فإن الله جعل للأخت النصف إن لم يكن للميت ولد، وجعل لهن إذا اجتمعن الثلثين، لكن إذا دخل أخ معهم قد يكون أخ يفسد تركتهم، ينقصها، أو أنه ينفعهم، لأن البنت قد تكون الأخت قد تكون محجوبة أو ينقص مقدارها إذا وجد بنتين، فإذا وجد أخ عصبها فأخذت بقية المال، لأن إذا وجد بنتين لا تستحق إلا السدس تكملا للثلثين إذا وجدت بنت، فإذا جاء الأخ عصبها فاستحقت أكثر من ذلك. المال يا عبد الله للأخ، والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، والعمة تسقط لا حظ لها في ذلك. نعم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك.